منذ ما يقرب من 6 سنوات تقريبا فوجئ الناس في منطقة السيدة عائشة في سوق الجمعة ببنوتة صغيرة بتدخل قفص من بتوع الحيوانات. محدش فاهم ايه اللي في دماغها. الناس بدأت تتلم على القفص وتستغرب المشهد الغريب ده. ايه البنوتة الصغيرة اللي داخلة جوه قفص؟ بدأت تسمع تعليقات الناس اللي بيقول تعبير لطيف واللي بيقول تعبير سخيف واللي بيرخم واللي بيتحرش واللي بيبلغ. في حد راح مبلغ الشرطة اللي جت على الفور فشافتها مفزوعة وخايفة كأنها مقبوض عليها فقالوا لها ما تقلقيش احنا خايفين عليكي. احنا جايين نطمئن عليكي تعالي معانا عشان لمصلحتك لحمايتك يعني. راحت معاه. انا اعرفش حاجة عن البنوتة دي. البنوتة دي بعد سنين ظهرت في حاجات كتير ومؤخرا في الدورة 44 للمعرض العام المصري في دار الأوبرا عرض لافت الأنظار جدا اسمه عالق. عالق لممثلة الأداء سماح حمدي. سماح حمدي جربت تجربة القفص علشان تحاول تنقل للناس وتشعر بإحساس الحبيس. الحيوان لما بتحط في قفص بيبقى إحساسه إيه والناس بتحس بإيه. فعرضها في الأوبرا وفي عروض كتير بتتعمد إن ميبقاش في تكييف والناس تحس بالمعاناة عشان تستطيع الإحساس بالآخرين. سماح أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا سعيد بوجودك. مرسي جدا. أنت جايالي حاسة إن الاستوديو قفص؟ عشان أنت لا. كل حاجة بتترجميها الأقفاص. لا هل أنت في قفص في هذه الحالة؟ في هذه الحالة لا. طيب. وإن كان ممكن أنا أقعد أستدعي لأن أنا سألت حضرتك أنا مش عارفة الحوار هيدور إزاي مع أم ضد. فطبعا كون الإنسان بيفضل جوه فكرة معينة في دماغه فممكن يتحبس جوه شوية. أنا بس عايز أصلح معلومتين. أولا هو الموضوع ما كانش من 6 سنين, هو كان في تجربة أخرى شبهه من 6 سنين. مش ده, ده لا أقرب مش من ده. أنا فاهم أنا بتكلم على القديم. القديم ده كان سنة 18 جنينة الحيوانات. ده كان حاجة تانية. ده جنينة الحيوانات. أوكي. لا ده أقرب من كده بكتير. الحاجة التانية هو الموضوع ليه كذا محور, فكرته ليها كذا محور مش بس الحيوانات. يمكن دي الفكرة المباشرة اللي الناس تفهمها الأول. هي الحقيقة كذا مستوى من المشاعر كده تركبوا مع بعض. اولا طبعا الفكره المباشره اللي حضرتك اشرت ليها موضوع الحيوانات. انا بالنسبه لي سوق السيده عائشه ده حاجه مؤذيه جدا. يعني حتى الطريقه والسياق اللي بيحصل هو في حاجات ايجابيه كتير جدا بس هي الحيوانات تحديدا بالنسبه لي. في موضوع الحيوانات الطريقه اللي بتحبس بيها, الطريقه اللي بيتم البيع بيها مثلا. حتى الاطفال هناك ممكن ياخدوا كلب بيبي من امه ويربطوه مثلا يشنقوه ويجروا في الشارع. هم بيلعبوا, هم مش متخيلين ان الكلب او القطه الصغير ده لما يجي يخنقها ان ده روح وبتتألم. فدي كانت اول حاجه. لحد انا في مره كنت في سوق السيده عائشه ويعني انا كنت تحت ضغوط شخصيه شويه وكنت حاسه ان انا زيهم. يعني كنت حاسه ان انا محاطه بالقفص طول الوقت. انا في الحياه عندي دايما في حاجه بصارع عشان اخرج منها. لوحدك ولا كلنا؟ مش كلنا بندخل لقفاص كتير. كلنا بندخل اللقفاص لانه هي الحاجات عموما بتبتدي من احساس شخصي بيتشابه مع ناس كتير. يعني الحاجه اللي سماح بتحس بيها, سماح مش لوحدها في الدنيا, سماح زيها ستات كتير وزيها رجاله كتير. الموضوع مش منصب برضو على الستات. يعني انا في صراعات مثلا او في قفاص انا بتحط فيها كست في المجتمع ده او كمهندسه انا بشتغل في الديكور فبتعامل مع عقليات معينه من صناعيه وكلاينتس وكده ودايما لازم بعيش حياه موازيه عشان اكون مناسبه للقوالب اللي بيحبوا يشوفوني فيها. في حاجات تانية قفاص تانية بيشترك فيها الستات والرجاله اللي علاقة بنمط الحياة كله وظروف اقتصادية ظروف. أنا ممكن أكون المعبر. عايش في قفص ولادي وممكن أكون عايش في قفص الوظيفة بتاعتي بالزبط. أنا حسب أنا بتعامل معها إزاي, هو أنا حر ولا أنا جوه قفص. ده الجزء بقى التاني أنه إحنا أصلا مسجونين جوه نفسنا. إحنا أصلا كل واحد ممكن يبقى محبوس جوه فكرة هو عايش فيها, هو شايف نفسه كده, هو الناس متأكدة بعض الفلاسفة شافوا أن النوم هو الفسحة أو الراحة بتاع الروح عشان تترك سجن الجسد وبتطلع تتحرر وإحنا نايمين ثم تعود إلى الجسد مرة أخرى. يعني هي في النهاية محبوس بيطارد محبوس. تمام. بس وطبعا الموضوع برضو لا يخلو من فكرة التسليع اللي بتتحط فيها الستات طول الوقت إنها بتتقيم
هي تستاهل كام على حسب سنها ايه ومواصفاتها ايه وشكلها ايه؟ تستاهل كام ده في المهر في طريقه الجواز؟ في حاجات كتير. انت عملت تجربه مجنونه كده، لبست فستان زفاف ونزلت ركبت ميكروباص وحاجات كده، عشت بيه في الحياه الحقيقيه يعني، تعايشت بيه في حياتي الحقيقيه. ايوه لا احكي لي ركبت المترو دي. هو كان ان انا لبست فستان فرح وعشت بيه في يعني اتحركت بيه في روتين يومي العادي، ان انا كنت بتحرك بالمترو بروح الشغل بقابل اصحابي في كافيه بتقف في محطه المترو فكان النمط الحياه العادي. ممكن تحكي لي الانعكاسات اللي حصلت لك وقتها؟ هو ده كان من سنين كتير فببقى مبسوطه كمان ان الناس فاكراه يعني. اللي انعكست هو طبعا انا كان قصدي بالموضوع بس عروسه قمر والله حضرتك ذوق دايما. هنا كان يعني كان مؤرقني دايما التابوهات او القوالب اللي بتتحط فيها البنات في موضوع الجواز، ان انت اتخلقتي عشان تخلصي دراستك تتجوزي الله يرحمك خلاص انت كده خلصتي حياتك، ان اي حاجه احنا بنعملها في حياتنا وبيفضل المطارده ما جوزتيش ليه اتجوزت ودايما في الحياه ودايما اي حاجه بتعمليها ايا كان النجاح بتاخدي ماجستير بتاخدي دكتوراه عملتي اختراع افاد طالما انت مش متجوزه انت ناقصك حاجه نسيتي ناقص فعايزين نشوفك بفستان ابيض عايزين نحن في سن نشوفك طب ادي بفستان الابيض سيبوني بقى اعيش حياتي بقى سيبوني اعمل اللي انا عايزاه بقى. الناس استقبلت ده في الشوارع فاكره ازاي؟ كان عامل ساعتها ضجه شديده جدا جدا ما بين يعني الحمد لله انت كنت عايزه الضجه دي حصلت بالصدفه لا ما كنتش عايزاها ليه؟ ما انت عايزه تلفت النظر لحاجه ولا هنا كنت بتصالحي مع نفسك؟ هنا ما كنتش عايزه الفت النظر، هنا كنت عايزه اعبر عن موقف شخصي وعايزه اترجم مشاعري وعايزه اقول الناس انتوا شايفيني كده، انتوا في الحقيقه بتشوفوا واحده لابسه بنطلون وشميز ماشيه في شارع بس دي الحقيقه اللي انتوا شايفيني بيها واللي انا شايفه ان انتوا على طول شايفيني بيها. لا الضجه اللي حصلت كانت اصلا مفاجاه ليا انا، يعني انا اللي كنت بستغرب ايه ده يا جماعه انتوا بتتكلموا جد ولا ايه؟ حتى اللي كان بيقول لي انت طبعا كان واخد جوائز كتب عنه مثلا بسبع ثمان لغات اتعرض في 16 دوله الفيلم الاخراني يعني، بس طبعا انا في الاول كنت مخضوضه انه لا انتوا بتهزروا ولا ايه؟ لا مش معقوله الموضوع مهم للدرجه دي يعني. فهي حصلت واعتقد انها حصلت بسبب انه الموضوع كان جاي بشكل بسيط وكان صادق جدا ان هو طالع من تجربه شخصيه مش مجرد حد بيمثل حاجه. انت رافضه انك تشتغلي ممثله اصلا رغم ان عندك الموهبه؟ انا مش بحب التمثيل. انت واقعيه قوي عايزه تتماسي مع الشارع مع البشر. انا بحس ان التمثيل يعني هو طبعا فن جميل وعظيم ومرهق للاعصاب وحاجه جداً. جميله جدا بس بالنسبه لي انا بحس ان هو نص ان هو انا هعمل حاجه مش بتاعتي مش ملهاش دعوه بسماح الحقيقيه. الاتجاه اللي انا بحبه ان هي في تجربه حقيقيه طالعه من بني ادم قدامنا اهو بس التجربه دي بتتماس مع قطاع عريض من الناس. هو ده اللي بيعمل الضجه انه لقوا حد بيقول اللي يعني مشكلتي او بدون مشاكلي صوت بدون صراخ. مشاكلي هي شبه مشاكل ناس كتير جدا يمكن انا بس عندي الجرأه ان انا اتكلم عنها واعبر عنها واترجمها بالشكل ده. خرجت من كم قفص لغايه دلوقتي؟ نجحت من كم قفص؟ لا 100% ولا حاجه ولا حاجة لكن في حاجات يعني في ناس بتتخيل ان انا خرجت 100% ان انا واصلة لمرحلة من الحرية والشجاعة ومش عارف ايه 100% هو الحقيقة لا ان هو لا ان هو دايما بحس انه في حاجات ما خدتهاش في المجتمع اللي هنقدر نربطها بالعادات والتقاليد والدين وحاجات كده صعب تغييرها؟ لا مش صعب بس هي محتاجة مجهود. ده القفص؟ والناس قاعده تتفرج عليك. وبالمناسبه كل اللي ظهروا معايا جوه القفص ده ما كانش اي حاجه بالاتفاق، ده كان تفاعل الناس يعني ده كان الحدث الموازي. ده الحدث الموازي اللي الناس خلقته يعني. الاطفال دول كانوا هم اللي بيفتحوا ويدخلوا معايا، هم اللي بيدخلوا الكلاب بتاعتهم وانت معايا وانت ما بتتكلميش خالص. حتى الكلاب اللي كانت بتدخل انا اصلا ما كنتش اعرف هي اليفه ولا لا، او ما كنتش اعرف انا ساعتها ما كنتش مدربه ان انا اتعامل مع الكلاب اصلا، وكان الموضوع مثلا الكلب ده كان في الحقيقه شكله يخض جدا طبعا. فانا دلوقتي انت شكلك بتعيطي انا مفزوعه كنت مش فاهمه هو اليف ولا هو ايه بالظبط. بس الحقيقه ان احنا قضينا وقت لطيف جدا مع بعض جوه القفص وقعدت خدت معاه سيلفيهات وحسيت طب ما احنا قادرين نتعايش مع اي حاجه بتحصل. ليه بيبقى في عنف يعني؟ ليه بيحصل عنف سواء مع الحيوانات او سواء ما احنا عارفين نتعايش اهو. اكبر قفص الانسان في مجتمعاتنا مش قادر يخرج منه قفص ايه؟ نفسه. قفص نفسه هو الحقيقه ان هو
ممكن هو اللي يبقى محاصر نفسه في حاجة، متخيل ان اصل الناس اللي عايزة كده، اصل مش عارف ايه، اصل الشغل اللي نظامه كده، اصل هي الحقيقة ان هو هي مجرد فكرة انت تعلقت بيها وانت ما عندكش الشجاعة توجهها وتكسرها. فبمجرد ما الفكره، يعني في مشهد انا مش عارفه ممكن اتكلم فين، في فيلم ماتريكس خالص. في فيلم ماتريكس المشهد ده انا بحس ان هو شبه حاجات كتير قوي انا مريت بيها. فيلم ماتريكس لما كانوا بيحاولوا يقنعوا البطل انه انه دول مجرد سيستم على كمبيوتر، ففي مشهد كده هو يعني عينه بتغمض بيكتشف ان الاشخاص دول ارقام. ساعتها هنا طاقته كلها بتتغير، طاقة جسمه كلها بتتغير، موقفه ورياكشنه وملامح وشه كلها بتتغير لأنه أدرك حاجات معينة. أنا بحس أنه مريت بده كذا مرة. اللي هي مرحلة الوعي، اللي هي مرحلة الوعي واللحظة اللي بتسبق النضج. يعني في واحدة من السيدات اللي جم اتفرجوا على القفص في الأوبرا قالت ده، يعني ده نصا كده اللي قالته، أنه احنا انا حسيت بالمرحله اللحظه اللي قبل النضج، اللحظه اللي في حاجه بتخبط على الدماغ كده تقول لهم اللي هو فوق دلوقتي، ارجع لنفسك دلوقتي. ف ايه القفص اللي بنتولد فيه؟ اصل انا عاجبني صعب قوي عليا. سؤال صعب قوي عليا. لا مش عارف، حاسه السؤال مين دخلك مني في بكتير. اكبر قفص وحاولت تكسري وتخرجي منه؟ هزعلهم مني. مش لازم بالاسم. لا هزعلهم مني. شويه الموضوع طبعا الاباء والامهات بشكل اسري. عام. لان انا شويه مختلفه عن عن الطابع الاسري، مش الاسري، العيله كلها. ان هو طلعت ازاي دي، يعني طلعت عامله كده ازاي، ان كل حاجه بعملها هم مستغربينها. ان هم كلهم كلنا على فكره ناس دكاتره وجوه الروتين قوي وجوه السيستم قوي، ودكاتره مهندسين جدا وبتاع، وفي واحده كده بتطلع بتعمل كل حاجة مختلفة.